بنشكر زميلتنا لمياء حمدين على هذه الفقرة يعني اللي فيها مجهود كبير وفيها يعني براءة الأطفال يعني. تعالوا نروح دلوقتي لفقرة قوى مصر الناعمة ونتكلم عن واحد من أبرز الشعراء تحديدا اللي كتبوا الأغنية الوطنية خصوصا في فترة حرب الاستنزاف، ومن أبرز أغانيه فدائي ويا حبيبتي يا مصر، ويمكن أغاني تانية كتير كتبها يعني الشاعر المبدع الراحل محمد حمزة. هنتعرف على أغانيه ومين هو وقدم إيه تحديدا من قوى ناعمة لمصر من خلال التقرير التالي. في مثل هذا اليوم رحل أحد أهم شعراء الأغنية، فنان متفرد في معانيه الرومانسية حتى وهو يكتب لمصر، تركت كلماته بصمتها بذاكرة جيل لا يزال يتغنى بها، هو مداح الأمر محمد حمزة. ولد محمد حمزة في 20 من يونيو عام 1922 في مدينة المنيا، انتقل بعدها مع والده الذي كان يعمل بالسكة الحديد إلى سوهاج ثم إلى القاهرة، وعاش في حي الحلمية. غنى له عبد الحليم حافظ أكثر من 30 أغنية، والبداية كانت سواح، وقال إنه بعد هذه الأغنية أصبحا صديقين. لمحمد حمزة ما يزيد عن 1200 أغنية، من بينها 37 للعندليب عبد الحليم حافظ. غنى له عشرات الفنانين من مصر والوطن العربي، كان آخرهم كاظم الساهر وسميرة سعيد. ومن الأعمال الفنية التي كتب أغانيها ليلة بكى فيها القمر، ابنتي العزيزة، ونص ساعة جواز، ومن أشهر أغانيه خلاص مسافر، عالرملة، العيون السود، وعشقة وغلبانة.